حكايتي غمر كرمالك نمشي عالشمر مريني بعينيك غمر كرمالك نمشي عالشمر لو كان الدرب بعيني بعيني بلغي كل مواعيدي موعيدي وقت اللي انت بتريدي بتريدي بلغي كل مواعيدي موعيدي وقت اللي انت بتريدي بتريدي وعلى غير لولا سلم قالولي انك سلم عغير لولا سلم قالولي انك سلم وحياتك بنكر ايدي بنكر وحياتك يا شمعة بليل المحروم فرحتنا خليها تدوم يا شمعة بليل المحروم فرحتنا خليها تدوم واللي بده يلوم يلوم بعمل بيت من النجوم واللي بده يلوم يلوم بعمل بيت من النجوم بهديك شمعة عيدي 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 بهدي كل معيدي معيدي وقت اللي انت بتريدي بتريدي بهدي كل معيدي معيدي وقت اللي انت بتريدي بتريدي وعلى غير لولا سلمت قالوا لي انك سلمت عغير لولا سلمت قالوا انك سلمت وحياتك بنكر ايدي بنكر وحياتك مساء الخير طارق مساء الخير زينة اشتغل ضحكتك ثانك يو تفضلوا العيد شو طارق؟ نو هيك خلص استسلمنا كنا قبل ياس وبكل اللغات وبالصيني وهلأ نو خلص؟ لا بس عم جرب شوف بس شو ردة فعل اللجنة أكيد مش نو بس حاطت نو لا ها نمبر وان زقفولي رقم واحد زينة طارق كل كلمة بيقولها بيعنيها يعني إذا مستعد يلغي كل مواعيده كرمالك أكيد مستعد يلغيهم وأنت مستعدة تلغي كل مواعيدك كرماله؟ إنه أكيد بس هو خبرني إنه لا لا يا طارق؟ إنه هلا وقت الحاضر معقول؟ وقت الحاضر ما فيه مرتبط أكيد عندي حدا أستاذ روميو طارق من طبيب الأسبوع الماضي لعاشق هالأسبوع شو بيلبق له أكثر؟ مربوط